لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا سدد خطانا وامنح موقع أنا السلفية يقدم لكم هذه المادة. هب لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. ربنا رب كريم أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين. ربنا رب كريم أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. تلك أيد ساميات مشرقات في السماء باذلات للعطايا نيرات كالضياء تصنع المعروف دوما بصفاء ووفاء لم تكن تسعى لمدح أو جزاء أو ثناء. مشرقات في السماء باذلات للعطايا نيرات كالضياء تصنع المعروف دوما بصفاء ووفاء لم تكن تسعى لمدح أو جزاء أو ثناء. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. وارضى عنا يا إلهي. هب لنا دار السلام. خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب وخلق منه زوجه وجعل منهما الأنساب والأقارب تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب حمله في البر على الدواب وحمله في البحر على القوارب نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب ونشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم وواجب رأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب رأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب رأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب رأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب رأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب
إذا رأيت ذلك كله فاخشع فاخشع فلا نجاة لهارب. ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسول الملك الواهب، ما من عاقل إلا وعلم أن الإيمان به واجب. سل العدول وسل هل عابه في الحق عائب، سل الشهداء هل كانت له في الدنيا مآرب، سل صناديد قريش في قليب بدر من الصادق ومن الكاذب، سل السيوف سل الرماح هل حملها مثله محارب، سل سراقة عن قوائم حصانه كيف ساغت في الأرض حتى المناكب، سل أم معبدة كيف سقاها اللبن والشاة مجهلة وعازب، سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب، سل الزمان متى توقف وسل المكان كيف تقارب، سل السماوات السبع هل وطأها قبله من البشر راجل أو راكب، سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب، سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب، سل المحبين عن حبهم والناس فيما يحبون مذاهب. اللهم صل على الحبيب المصطفى عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا، والعنبر البدر أمسى مشرقا بقدومكم، والليل قد حل مضيئا يسفروا. ونبدأ حفلنا بخير الكلام وأشرف الكلام بكلام الملك العلام، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان، جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان، رحم الإله صداك يا قحطاني. ومع القرآن الكريم نستمع خاشعين منصتين، وشيخ الدكتور مصطفى عبد الله خليل رواية ورش عنك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات
يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العلماء هم سادة الناس، هم منارات الأرض، وهم صمام الأمة، صمام الأمان للأمة. العلماء هم ورثة الأنبياء. نفرح وحق لنا أن نفرح، وكيف لا نفرح ونحن نرى وجه شيخنا الحبيب شيخنا الشيخ الدكتور أحمد حطيبة وجها لوجه. حق لأهل السادات كلهم أن يفرحوا، سعادتنا والله لا توصف. والآن مع كلمة شيخنا الحبيب الشيخ الدكتور أحمد حطيبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سعدنا أي سعادة بجلوسنا مع إخواننا الأفاضل وجوه المشرقة التي حرمنا منها فترات طويلة. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يديم الاجتماع على خير، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. سعدنا بصلاة الجماعة مع إخواننا، مع إمامنا بصوته الجميل، وجماعة يعني نصلي الصلوات في المساجد بسبب الكورونا فرقت الصفوف، ولله الأمر سبحانه تبارك وتعالى. نسأله أن يرفع عن المؤمنين البلاء وعن جميع عباده، يرفع عنهم البلاء والشقاء والوباء والغلاء، أن ينزل عليهم من السماء رزقا حلالا وشفاء كل داء، وأن يرزقنا الخير في الدين والدنيا والآخرة. سعدنا في هذه الليلة المباركة بحضور عرس أخينا أيمن ممتاز على عروسه الفاضلة. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلها زيجة مباركة، أن يبارك العروسين، أن يبارك عليهما، أن يجمع بينهما على خير. استمعنا إلى آيات من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. في صلاة المغرب سمعنا سورة البروج، وسمعنا كيف ابتلي المؤمنون، والسماء ذات البروج، واليوم موعود، وشاهد ومشهود، قتل يعني لعن أصحاب الأخدود، لعنهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فبدأ بعقابه قبل أن يسرد ما السبب. لعن أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد في الأرض، شقوا الأرض حتى يضعوا فيها المؤمنين ويحرقوا المؤمنين فيها، وصبر المؤمنون ولهم من الله عز وجل الأجر العظيم. قتل أصحاب الأخدود. ما الأخدود؟ النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، هؤلاء الملاعين أخذوا المؤمنين شقوا لهم في الأرض وضعوهم وأحرقوهم وقعدوا يتفرجون عليهم. إذ هم عليها الكفر المجرمون قعود ينظرون إلى تعذيب المؤمنين. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والله سبحانه وتعالى
يشهد عليهم ويخبرنا بحالهم وبما فعل بالمؤمنين، وكيف أنه بلاء من الله سبحانه. في كل زمان لا بد أن يكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، هذا بعيد جدا. المؤمن لا بد وأن يبتلى، تأتيه فتن من هنا ومن هنا منه حتى في بيته، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في بيته، في أهله، في ماله، في أولاده، في جيرانه، يفتن، يبتليه الله بهم ويبتليهم به فيقع في أخطاء، فيكفر ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفر ذلك الصلاة والصوم والصدقة والصلة. فتن يتعرض لها المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان، ولكن الصبر الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصابرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا وصبروا وأحسنوا فكان الله عز وجل معهم. لذلك المؤمن لا ييأس أبدا، المؤمن يقنط لله ولا يقنط من رحمة الله أبدا. المؤمن يخشى على رب العالمين سبحانه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فكلما نظر المؤمن في السنن يجد التسليه في كتاب الله عز وجل. لذلك دائما ننصح إخواننا أن اوعى تضيع الورد بتاعك من القرآن، لابد أن تقرأ القرآن في كل يوم لك ورد، تختم القرآن في 30 يوم، تختم القرآن في أسبوعين، تختم القرآن في أسبوع، وهذا من أجمل ما يكون. وكان العلماء في الماضي يحزبوا الأسبوع كده على 7 أيام فيها كل يوم ورد، ويسموها اسم جميل أو كده، يقول لك إيه، فمي بشوق، فمي بشوق، يعني بقي مشتاق للقرآن، فمي بشوق. أول يوم يقرأ من الفاتحة، تاني يوم يقرأ من المائدة، ثالث يوم يقرأ من يونس، رابع يوم يقرأ من بني إسرائيل سورة الإسراء، خامس يوم يقرأ الشعراء، سادس يوم والصفات، سابع يوم قاف، ودوى ليك يختم على طول، ما يفوتوش أبدا. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله ضيوف في يوم من الأيام تأخر في الخروج عليهم، قال عرض علي وردي، وردي ما كنتش ضايع وردي، لا عرض علي، خلصت الورد بتاعي وبعدين قمت استقبلت الضيوف عليه الصلاة والسلام. ده اللي أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الضيوف. لذلك لا تنشغل بالدنيا عن وردك أبدا. كتير يقول ما بعرفش احفظ القران، اقول له بتقرا القران كله قد ايه؟ فيقول لا ما انا بحاول احفظ، بحاول احفظ. انت ما بتقراش اصلا، هتحفظ ازاي؟ ده اللي هيثبت لك الحفظ بتاعك هو القراءه. لازم يبقى لك ورد يومي انك تقرا ساعه، ساعه ونص، ساعتين، تقرا 3-4 أجزاء بتوعك ولا اكثر او اقل حسب ربنا يفتح لك. القران نور في قلبك، نور في صدرك، يكون على لسانك الكلام بالقرآن. كل ما تيجي تتكلم تلاقي الآية سبقت على لسانك، قلت الآية، قلت الكلمة. أما تيجي تحفظ هتلاقي نفسك الحفظ سهل، لأنك كل أسبوع بتقرأ القرآن، كل أسبوع، كل أسبوع تقرأ القرآن، يعني في السنة تختم القرآن أكثر من 50 مرة. السنة كم أسبوع؟ 52 أسبوع، تختم 52 مرة، 10 سنين 520 مرة. حاجة عظيمة جدا. اقرأ في سير العلماء، قرأوا في سير العلماء، تلاقي نفسك كل ما تقرأ كل ما تبقى كأنك بتصاحب العلماء دول، وهم أهلك وهم ناسك وهم أحبابك، والوقت اللي تقعدوا معاه مع سير وتراضي من العلماء دي بتحس ان انت في عالم تاني خالص. قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد مع الصحابة، قاعد مع الأنبياء، وانت بتقرأ في سير هؤلاء، تقرأ كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يتقربون إلى الله. ما انت لازم تقرأ في هذه الأشياء عشان ما تقول انا مش عارف اعمل. طب غيرك عملوا ازاي؟ ما كانوش حاجه ثانيه غير البشر، ما كانوا بشر، ولكن كان في توفيق من الله سبحانه تبارك وتعالى، لانهم اقبلوا على الله واخلصوا لله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك نقول العباده لها جناحان، الاخلاص والمتابعه. الاخلاص ان تخلص لله، والوحده ما يكفيش الاخلاص، لابد من المتابعه، أن تقتدي بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه والصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين تبعوه بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هنا الإنسان المؤمن يتمسك بالقرآن، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم
ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا. تركت فيكم كتاب الله، وبعدين وصفوا بأنه حبل ممدود بين السماء والأرض، من أخذه رفع. الحبل الممدود بين السماء والأرض يعني هتاخده وحتروح به، هتروح في الصحراء، هتطلع السماء، تدخل الجنة بحبل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتمسكوا بحبل الله، بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. نقول هذا للجميع، للإخوة وللأخوات، التمسك بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، الحاكم يعني، والرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم الإنسان المؤمن لما يعرف أنه راعي وأنه مسؤول، مين اللي هيسألك؟ مش المحكمة، الله سبحانه وتعالى الحكم العدل، الله يسألك والله يسألك. الرجل والمرأة، أنت بتعملي إيه بيت زوجك؟ أنت بتعمل إيه مع زوجتك؟ الرجل ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه، يحب أهله، يعطف عليهن، كان في غاية الحنان عليه الصلاة والسلام والرأفة والرحمة. لم يعد عنه أنه ضرب امرأة من نساء صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مرة لكز لكزة لكزة، لما تيجي الإنسان بيضايقك بحاجة تضربه بظهر إيدك كده في صدر ضربة كده عند بيلون أنت غضبان. مرة مع السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولها قصة في صحيح مسلم طويلة، وفيها أنه جاء في ليلة عائشة رضي الله، هي بتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وبعدين صلى وبعدين نام. لما حس أن هي نامت قام بالراحة من السرير وأخذنا عليه ولبسهما وخرج وهي صحية ودارية، قالت حيروح لبعض النساء، قامت وراء صلى الله عليه وسلم لبست جنوبها وراء النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يلتفت أبدا، الله سبحانه وتعالى جعله كأنه ما يبص شراء أبدا عليه الصلاة والسلام. ففي الطريق شاف خيال وراء عليه الصلاة والسلام، ما بصش، مد شوي، لا الخيال بيمد، وصل لمكان، لا الخيال بقى قدام عليه الصلاة والسلام، وحسب الأمر بقى جاي منين وهو ماشي فين. إيه اللي حدث؟ جاله جبريل وساره، وما كان ليسمع عائشة رضي الله عنه، جبريل سر النبي صلى الله عليه وسلم، قوم صلي على شهداء أحد، قوم فأتي البقيع واستغفر لأهل البقيع. قام النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله سبحانه وتعالى. لما وصل هناك وهي عرفت ما راحش لحد النساء وراح تلف ورجع جاري، هو رجع صلى الله عليه وسلم حاسس في حاجة في خيال وهي مستخبية في وصلت للبيت قبله بشيء يسير. أما دخل البيت صلى الله عليه وسلم وجدها وصدرها عمال يرتفع يهربوا، قالت وجدني رابية عمال صدرها يطلع وينزل، مالك يا عائشة مالك؟ قالت لا شيء لا شيء. قال تخبرني أو لا يخبرنني العزيز الحكيم، الله اللطيف الخبير يخبرني. قالت له الحكاية كذا، أنت هذا الخيال أنت ضايقتيني وأنا في الطريق وأنا مش عارف من اللي وراي. فلكزها، قالت فلكزني لكزة، يعني ضربني ظهر إيده كده إيه في صدرها لكزة لكزة، لا ضربها لكرشها من البيت راح عند أبو اليوم ما فيش كلام. إبا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيركم لأهلي وأدي صوره أدي صوره، لا طلقها ولا عمف عليه الصلاة والسلام. طيب هنا السيدة عائشة حكت هذا الشيء في يوم من الأيام بتتناقش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صوتها شوية، وجاء أبو بكر الصديق وجدها وهي عمالة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، فأخذها وقام يلطش فيها ويضرب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حاشوا عنها حاشوا عنها. أما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال هل رأيت كيف فعلت الرجل؟ شفت عملت كيف أبوكي؟ خليته ما يضربكيش. شوف شوف الجمال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحلو، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي أبو بكر الصديق مرة ثانية يعني بيضحكوا مع بعض، قال أشركوني في ضحكهم كما أشركتموني في أحرقكم، طب شاركوني في هذا الشيء، رضي الله تبارك وتعالى. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بالمؤمنين. يلاقي كثير من الصحابة بيضربوا نسائهم، يوم يمنع ما تضربوش النساء، يوقف. يجي في يوم من الأيام عمر وغيره قال النساء، نشز النساء، النساء تجبروا علينا مش قادرين عليهم. قال وما ذاك؟ قال نهيت عن ضرب النساء فأزنا،
ومع الإذن قال إيه؟ ولا تجدون هؤلاء خياركم، اللي يضرب دم يبقى مش الخير. النبي صلى الله عليه وسلم عليه سمح ولكن بالتقييد، إن لازم إن الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن مش هيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، عظوهن اهجروهن في المضاجع وبعد كده آخر حاجة اضربوهن، مش هيم بس يقول لنا ولا تجدون هؤلاء خياركم. وبعدين في يوم من الأيام يقوم يقول لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم 40 امرأة وفوق 40 امرأة كلهن يشكون من ضرب رجالهم ولا تجدون هؤلاء خياركم. يبقى فيه تأتيب منه صلى الله عليه وسلم. تدرج الخير، الخير لأهله، والذي يراعي البيت ويؤدب البيت كل طيب المرأة. دي جهة تأديب جميل في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات المرأة الصالحة قانتة، قانتة بالتاء، قانتت لله، خشعة خاشعة خاضعة ذليلة داعية لله سبحانه، تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وتصلي. قانتات، يبقى هنا المرأة القانتة التائبة الخاشعة الصالحة، تأديب قرآني من كتاب الله سبحانه. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، مش ممكن حيتحصلكم امرأة طالما أنتم على تقوى، إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هذا تأديب للنساء. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تأديبات جميلة. شوف مرة قالوا معاذ من الشام، كان راح الشام في شيء هذا راجع من الشيء، وأول ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قام وطأ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا يا معاذ تعمل إيه؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لبطارقتهم أنت أولى. قال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو حرف امتناع لامتناع، يعني أنا مش هعمل لأنه ممنوع شرعا هذا الشيء. يبقى هنا لا، يبقى هنا عظيم حق الرجل على المرأة أنه يكاد يأمرها أن اسجدي لزوجها ويؤدب النساء ويعلمهن. المرأة يمكن تحب أنها هي تصلي وتحب أنها تصوم وتحب أنها، ولا في حدود، في حدود أنك لا تؤذي زوجك. هذه زوجة صفوان ابن المعطل السلمي تيجي تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صفوان هذا يضربني ويمنعني من الصلاة ويمنعني من الصوم. أحيانا سأتب عجيبة أوي المبالغة في الشيء والتهويل، ولكن على مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي هذا يمنعك من الصلاة؟ تعالى يا صفوان أي الحكاية. يوم صفوان يقول أما قولها يمنعني من الصلاة، هي بقت يعني الإنسان لما يضغاز أحيانا يجيب كل العيوب ما يذكرش مدائح أبدا، فهي قالت له يمنعني من الصلاة يضربني عليها ويضربني على الصيام، وكمان إيه وكمان ما يصليش الفجر، ينام الفجر لغاية ما يطلع النهار. يعني فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ سأله إيه الأمر يا صفوان؟ صفوان قال له أما قولها يضربني على الصلاة، صلاة النافلة أو صلاة الفريضة تصلي بسورتين وقد أمرتها بسورة، تصلي تقف تصلي هتصلي التراويح في صلاة الظهر والعصر أنا محتاجة تعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس كلها، سورة واحدة تكفي جميع الناس، ليه بتصلي بسورتين؟ هنا أدبها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصيام، أن يمنعني من الصيام عن صيام رمضان؟ قال يا رسول الله أنا شاب وهي تصوم بغير إذني. هنا في هذا اليوم طلع هذا الحديث، لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. لا يعني الصيام نافلة، ما تصومش المرأة إلا بإذن زوجها. يبقى هي ما خدتش حاجة، أنا حب تفضحه قدام النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش. طيب التالتة بقى اللي هي فاكرة ما بيقومش ما بيصليش الفجر، فقال يا رسول الله إنا أهل بيت عرفنا بذلك، يعني نمنا تقيل شوية ما لا نقوم حتى تشرق الشمس أو تكاد، أهل بيتنا معروفين بكده إن إحنا بنقوم متأخر ما بنقدرش، لا معنا منبه نظبط ولا معنا كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت فصل، إذا كان الأمر كده أنت ما سمعتش الأذان ما قدرتش إنك كده فصل. انتهى الأمر بهذا الشيء، انتهى الأمر بهذا الشيء. عرفت المرأة حدها، هي رايحة عايزة تغري النبي صلى الله عليه وسلم بها عشان يعمل في حاجة ويعاقبه، لا ما عملش هذا الشيء.
عليه الصلاة والسلام. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على نساء، هذا حديث تقول أسماء بنت يزيد، تقول مر النبي صلى الله عليه وسلم علينا وأنا في نسوة فقال إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. فأمت سألت إيه كفران المنعمين؟ ما كفران المنعمين؟ قال تمكث الإحداكن في بيت أبيها وأمها حتى تعنس فتطول عنوستها، ثم يرزقها الله عز وجل بزوج فيكون لها منه المال والولد، ثم ترى منه شيئا يوما تقول ما رأيت منك خيرا قط، عمري ما شفت. كأن هذه طبيعة في النساء، إنه لما تغضب من الزوج عمري ما شفت منك خير أبدا. وده مين اللي بيقول هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه شهادة حق، مهما تقول المرأة ولا غيرها لا ما بيحصلش، لا ده النبي اللي بيشهد عليك يقول لك إن ده هذا كفران المنعم. المنعم يعني الزوج بينعم على المرأة إنه بيأكلها بيشربها الواجب اللي عليه، فالجزاء إنها تشكر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى هنا الإنسان المؤمن الرجل والمرأة يرجع لشرع الله ويتمسك بدينه، يأتي على الناس زمان فيكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. فيجي تلاقي كثير من الناس ده بيصلي وده مش عارف، ولكن وقت الجد تلاقي ان هو لا بعيد عن الدين، يقول لك اللي بيني وبينك المحكمه اللي تقدر تعمله اعمله، انا خدته وخلاص وعملت. لكن المؤمن الحق اللي في كل مواقفه مرجعه دائما الى كتاب الله، الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا كذلك، وان يكون مرجعنا الوحيد وكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وادعو للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نقول لابننا العزيز أيمن ولزوجه بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونبارك أخينا منصور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت الذي بسس اليوم بيتا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بينهما ويوفقهما بما يحب ويرضى. الإلف من الله هو الذي يمن به سبحانه وتعالى على عباده وإمائه المؤمنين والمؤمنات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمودة والرحمة في القلوب من خلق الله سبحانه وتعالى وجعله هو الذي يجعلها، وذلك إنما يطلب بطاعته، وإنما يطلب التوفيق والإعانة والحب بين الزوجين والتراحم بينهما بأن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونجتنب المعاصي. فبذلك يمن الله عز وجل علينا بتأليف قلوبنا. قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى بيده القلوب والألفة منه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الألف من الله، والفرق أي الكراهية والبغض من الشيطان. إذا فتحنا باب الشيطان بابا له دخل بالمعاصي والذنوب، فتمكن من زرع والوسوسة بالبغضاء في قلوب العباد وحرش بينهم. فلذلك وصيتنا للعروسين للإكثار من الطاعة والاجتماع عليها دائما، فلن ينال ما عند الله إلا بطاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ملكنا هذه الدنيا القرون
وأخضعها جذود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. أيها الإخوة، إن الأمر جد خطير، والهجمة شرسة، والطريق طويلة، والواقع مر، وأحوال المسلمين بلغت من الضعف والهوان أسفل الدرجات. ولن ينتصر هذا الدين ولن تقوم للأمة قائمة إلا برجال هممهم تناطح السحاب. فبلوغ القمة لا يكون إلا بعلو الهمة، وصلاح الأمة لا يكون إلا بعلو الهمة. مع علو الهمة يطوف حول هذا العنوان شيخنا الحبيب، شيخنا الشيخ أحمد عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الفقيه شيخنا الشيخ أحمد عطيبة، جزا الله خيرا على قدومه لمشاركته في عرس الأخ الحبيب الأخ أيمن والشيخ يعني تكبد المشاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وجزاه الله من معلم خيرا. الأمر الثاني، يعني الأخ أيمن حبيبي ولا بد له من تهنئة خاصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجه وأن يبارك لها فيه وأن يجمع بينهما في خير. أسأل الله أن يجعله زواجا مباركا وأن يرزقهم الذرية الطيبة الصالحة التي تقر بها أعينهما. سريعا كده أنا أذكر الإخوة بأهمية العلم. العلم رفع للعبد في الدنيا والآخرة، قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى العلم الارتباط بالزواج، قالوا إذا زاد فقه الرجل حسن تعامله مع امرأته، يعني كل ما تتعلم أكثر كل ما تعرف تتعامل أحسن. في عبارة جميلة قوي بيقولها الشيخ السعدي، وكثير من الفقهاء يقولوا أن العقد الزواج عقد معاوضة، عقد معاوضة، يعني هات وخد، هات وإيه وخد، جاية منين؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. على فكرة الآية دي آية يعني فيها فقه دقيق جدا في إصلاح الحياة الأسرية. في مشكلة كبيرة بتقابل كثير من النساء والبنات والشباب، إن هو متجوز ومش عارف الحقوق اللي عليه، وهي تتجوز ومش عارفة الحقوق اللي عليها، مش عارفة يعني إيه زواج عقدي معوضة. معوضة يعني إيه؟ في عوض يعني، هات وخد، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالآية دي أفادت إن في حقوق متبادلة بين الزوجين، وإن الرجل له القوام على الإيه؟ على المرأة، قال وللرجال عليهن درجة، والتفضيل ده من الله سبحانه وتعالى. إحنا في ظل الهجمة الشرسة على ثوابت الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى الأسرة المسلمة، يعني في هجمة عقائدية أخلاقية تشريعية، هجمة على كل ثوابت الدين، وهجمة على أخلاق المسلمين، ومحاولة يعني إيجاد الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي والأخلاقي ونشر الفواحش في بلاد المسلمين.
انت هتفاجئ دلوقتي ان الناس مثلا بتهاجم واحد بيتجوز، ما تهاجمش واحد بيزني. الاعلام بيهاجم ناس بتتزوج على كتاب الله وسنه رسوله، لا تهاجم ناس بترتكب الفواحش. يقول لك خلفت قبل ما تتجوز. تسمعوا دلوقتي هقول لك الايه، الام العزباء، ام عزباء يعني خلفت قبل ايه، من غير زواج، خلفت بايه، بزنا. وتجد من يدافع ايه، ويدافع عنها. في هجمه شرسه على الاسره المسلمه، وتعرفين ما نعيشه من ازمه ارتفاع معدلات الطلاق. الامر الثاني وجود الاسر الفاشله، دي نسبه عاليه، ما تطلقوش بس عايشين مع بعض بس بدون ايه، بدون حياه حقيقيه. يعني عشان اسباب كتير، الوضع الاجتماعي، عشان الاولاد، عشان ما يبقاش اسمها مطلقه الى اخره. فدي احنا بنعيش فعلا ازمه كبيره. الأزمة دي حلها بداية في تعلم دين الله سبحانه وتعالى، بدايتها في التعلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلما، قال سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا مش عايز أطول عليكم، بس أنا أسأل الإخوة، مين قرأ رياض الصالحين أو عنده مشروع لقراءة رياض الصالحين؟ رياض الصالحين مثلا ده كتاب عظيم اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وزعلانين من الكفار اللي هم تطاولوا على مقامه الشريف. طب احنا عملنا ايه للتعلم سنته؟ اظن كتاب رياض الصالحين ده الاخوه تقريبا كلها تعرفه، ويمكن موجود في كل بيت. طيب رياض الصالحين ده ما فيه 1900 حديث تقريبا. لو انت عملت ورد لنفسك كل يوم خمس احاديث بس، مش هياخدوا منك 10 دقائق. يخلص في قد ايه؟ يخلص في سنة تقريبا. 5 أحاديث في الشهر هيعملوا 150، في السنة 1800. يبقى تقريبا هتقرا رياض الصالحين لو كل يوم 10 ايه؟ 10 دقايق هتخلصوا كله. أنا عايز كل أخ متجوز يعمل التجربة دي، ودي وصية وأرجو بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لو كل واحد عمل بيها. خلي ورد في بيتك، تقعد مع زوجتك 10 دقايق، بدل ما تقعدوا تتخانقوا مع بعض وتتنقروا وتتكلموا كلام ما فيش منه فايدة، هات كتاب رياض الصالحين اقرا فيه 10 دقائق بس، مش لازم كل يوم، يوم ويوم. والله ستشعر ببركه في البيت وخير وتحسن في اخلاق زوجتك وتحسن في اخلاقك انت، اللي انت بتقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم صالح الاخلاق عليه الصلاه والسلام. قراءه الوحي الشريف سواء كتاب او سنه لها اعظم الاثر في اصلاح القلب وفي شرح الصدر. انت عارف كثير من المشاكل بسبب ايه؟ ضيق الصدر. ناس كتير يقول لك انا مخنوق ومش عارف مخنوق ليه. مخنوق بسبب بعده عن ربنا، بسبب الذنوب والمعاصي، ها، بسبب سوء الاخلاق. فاحنا محتاجين ان احنا نحسن اخلاقنا. لن تتحسن الا بقربنا من الوحي الشريف، كتاب وسنه. الاخوه اللي عندها همه عاليه وعايزه تقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون ليك منهجيه بسرعه كده، او انا اقول لك منهجيه سريعه عشان تقرا كتب السنه. كل يوم لو نص ساعة أخذت من وقتك، ابدأ بكتاب الأربعين النووي، في 40 حديث أمهات الإسلام. وبعدين تدخل على كتاب عمدة الأحكام، في 400 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه المختلفة. بعدين بلوغ المرام، بعدين رياض الصالحين، بعدين تدخل بقى في الكتب الإيه الكبرى، أمهات السنة، بخاري ومسلم والسنن الأربعة. لو أنت مشيت بجدية وكل يوم نص ساعة والتزمت، هتخلص الكتب دي خلال 2.5 سنين كلها، كتب الستة، تبقى قريت أغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لازم يكون عندنا همة في التعلم. إحنا الباب الأول والحائط الصد الأول للدفاع عن الإسلام والدفاع عن ثوابت الدين اللي إحنا نتعلم ديننا. تعرف مشكلتنا؟ اللي إحنا بنحب الإسلام بس مش عارفين ندافع عنه إزاي، أو مش عارفينه. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان ليه مثل دايما يضربه، كان بيقول ايه، كان في واحد مسلم وجنبه واحد يهودي. المسلم من لما يشوف اليهودي يقول له ايه، اسلم، مش هتدخل في الاسلام. فاليهودي زهق منه، في مره وقف له قال له إيه؟ هو ايه الاسلام؟ قال له معرفش. خد بالك، المسلم يقول له ادخل في الاسلام، ما قال له ايه الاسلام، قال له ايه معرفش. او ده حال كتير من المسلمين. لو حد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيامر بايه، مش عارف يجاوب. طب دينك ده بيدعو ليه، مش عارف يجاوب.
لكن هو بيحب الدين ويحبوش، بيحب الدين والدين فوق دماغه والنبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغه، بس هو مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم. دي مشكلة ضخمة كبيرة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين العلم والعمل والدعوة والصبر، هم الأربع حاجات دول هم أسباب صلاح الأمة اللي هم موجودين في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علم، إيمان ده ما يكونش إلا بعلم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر لأن الطريق طويل وشاق وفيه معوقات، فلا بد من الصبر. فأنا أوصيكم بالعلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. بالعلم تحيا الأمة، بالعلم يعود مجد الإسلام من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيعود كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حقيقة بحبكم في الله وأشكركم جميعا على حضور هذا الحفل المبارك، جزاكم الله خيرا وطابت الوجوه. ومرة أخرى أهنئ الحبيب الغالي الأخ أيمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجي وأن يبارك لها فيه، يجمع بينهما في خير وعلى خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. أشكر إخواني اللي استقبلونا أفضل استقبال ما كانش على البال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على خير وأن يجمعنا في يوم القيامة مع رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولي ملحوظة الكلام إن العلماء وإن إحنا طلبة علم زينا زيكم بالظبط، ما فيش حاجة اسم الله علماء، العلماء دول حاجة تانية خالص، فإيه إحنا طلبة علم زينا زيكم. أما أسيادنا وكده فأنتم كلكم أسيادنا، جزاكم الله خيرا، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا وإياكم التواضع وحسن الخلق وأن نعرف قدر أنفسنا، جزاكم الله خيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعزيز عزيز أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم وتشريفكم، وعقبال عندكم جميعا، ربنا يبارك فيكم ويجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.